إن أردتم أن تكونوا أحباء الله وأصفياء الله فأحسنوا إلى من أساء إليكم واعفوا عمن ظلمكم وسلموا على من أعرض عنكم. بحق أقول لكم إن قلوبكم بحيث تكون كنوزكم، ولذلك الناس يحبون أموالهم وتتوق إليها أنفسهم. فضعوا كنوزكم في السماء حيث لا يأكلها السوس ولا ينالها اللصوص. كلمات لكلمة الله المسيح عليه السلام الذي أرادنا أن نكون من المتراحمين في الدنيا لنكون من المرحومين في الآخرة، وأرادنا أن نكون من المصلحين بين الناس لنكون من المقربين يوم القيامة، وأرادنا أن نكون من المتواضعين في الدنيا لنرث منابر الملك يوم القيامة. المسيح الذي جعله الله مباركا أينما حل، وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، فهو محل البركة، وهو طبيب القلوب، وهو راحم الفقراء والمساكين، وهو معلم الخير لكل الناس. رحم الله الشاعر عبد الرحمن الشرقاوي الذي قال يوما: عيسى ما كان سوى كلمة أضاء الدنيا بالكلمات وعلمها للصيادين فساروا يهدون العالم. يا هادي اهدنا الصراط المستقيم. كل عام وأنتم بألف خير.